طبعا ما لقيتش شمعه خالص، فممكن نحط الشمعه دي هنا كده. بصوا طبعا دي تورتايه عيد ميلادي، ده تاني عيد ميلاد ليا معاكم على القناه. حبيت طبعا اشارككم وصفاتي، وطبعا اوريكم ان انا عملت تورتايه من لا شيء. جوزي طبعا حبيبي اداني فلوس وقال لي يا نرمين روح اشتري تورتايه يعني من مكان ما، هو غالي جدا جدا. قلت له لا طبعا، عملت تورتايه من لا شيء. ازاي نرمين تورتايه من لا شيء؟ بصوا الجمال ده كله، بصوا شكلها، عايزاكم تشوفوا شكلها قد ايه جميل. مش مكلفه خالص، بدون اي مواد دهنيه حرفيا. الطاية دي حرفيا عملناها، عايزه اقول لكم من لا شيء. اللي يشوفها يقول ان هي جايه من مكان فخم جدا، ومحشيه طبعا حاجات فارهه، بس ابسولوتلي عايزه اقول لكم عاملاها بمكونات انتوا نفسكم مش هتصدقوا ان هي معموله بالمكونات دي. بصوا الجمال، طبعا انا مقطعه قطعه قطعه يعني من اللي وصى عليها عمنا لقمان. بصوا الجمال، بصوا شكلها، بصوا شكلها عامل ازاي. طبعا عاملينها طبقتين اتنين، ممكن طبعا نزود عدد الطبقات حرفيا من غير اي مواد دهنية. بصوا شكلها عامل ازاي. طبعا التزويق والتزيين ده طبعا يرجع لذوقكم. بصوا الجمال، بصوا الكيكة من غير اي مواد دهنية خالص، ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة خالص. سكرها حلو جدا، يعني عايزه اقول لكم طعمها تحفه. تعالوا نشوف تورتايه عيد ميلاد نرمين انا اتعملت ازاي، يلا بينا. بصي بقى يا ست الكل يا قمر، تقدري تستغني عن بسكوت الاوريو وتقدري تحبيه تحطيه، هو بيختلف حاجات بسيطه في الطعم، يعني تقدري تجيبي كيس او اتنين براحتك، هتفضيهم. كل حاجة هنعملها في الخلاط، هنعمل صوص شوكولاتة اقتصادي جدا جدا جدا، مكونات بسيطة، يعني تقدري تحطي الاوريو او تشيليه. معايا 3 معالق من لبن البودرة، معايا السكر يعني على حسب، بتحبوا الحاجة مسكرة بتحبوها مظبوطة. انا شخصيا حطيت 3 معالق من السكر، تقدري تزودي تقدري تقللي، ده طبعا في ايدك انت يا ست الكل يا قمر. تمام. بعد كده معايا معلقتين كبار كاكاو، اي نوع كاكاو، مش هقولك بقى كاكاو خام غير محلى، كاكاو اسباني، كاكاو كوري، اي كاكاو يجي تحت ايدك، اي كاكاو يتناسب معاكي. معلقتين كبار بما يعادل نص كوباية من اللبن، وهتزيد او هتقل دلوقتي. طيب يا نرمين مش هقدر احط لبن، حطي مية، مش هيقول لا، احنا كده كده اوريدي حاطين لبن بودرة. بصي انا ضربته في الخلاط لقيته تقيل كده، لا انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف شويه. هزود مثلا ربع كوبايه زيت او فوق الربع بشويه، وهروح اضرب في الخلاط كله في الخلاط. اول ما بنحط الزيت وبنضرب صوص الشوكولاته بيتقل بزياده، عايزه اقول لكم بصوا تقيل معايا قوي. لا طب ده كده تقيل، وانا عايزاه علشان زي ما انتم شفتوا هعمل بيه تورتايه، فلا تقيل. هعمل ايه؟ يا تزودي شويه لبن يا تزودي شويه ميه، نقطه نقطه كده عشان الحاجه ما تخفش منك وتضطري تزودي تاني حاجات تاني. فبق بق كده اهوت. انا حطيت مثلا بتاع 3 معالق لبن، تقدري زي ما بقولك تحطيهم ميه. ووصلت انا شخصيا حبيت القوام ده، انت حابه اتقل من كده ما تزوديش اخر شويه لبن، انا زودتهم، حابه اخف من كده تقدري برضو تزودي شويه لبن، يعني كله في ايدك، بس انزلي تاتا تاتا كده باي حاجه سايله علشان القوام ما يخفش معاكي قوي. وبقى عندنا اجمل صوص شوكولاته اقتصادي موفر جدا جدا، ينفع على فكره تعملي منه سندوتشات الصبح لاولادك وهما رايحين المدرسه. هنركنه على جنب، احنا هنعمل تورتايه. الحاجه اللي هنعمل فيها التورته لازم رقم واحد ما يكونش فيها نقطه ميه،
معايا 4 بيضات، معايا كيسين من الفانيليا، اي نوع فانيليا تحبيه برضو، سايله او بودره براحتك. الخطوه دي برضو ينفع تتعمل في الخلاط، بس زي ما بقولك عشان تاخدي كيك عامل زي الاسبونش ناجح، الحاجه اللي بتشغلي فيها ما يكونش فيها نقطه ميه، لو فيها نقطه ميه كل حاجه معاكي هتبوظ. يعني تقدري الخطوه دي زي ما بقولك تحطيها وتعمليها في الخلاط وتضربي وما توقفيش ضرب في الخلاط لمده مثلا من 5 ل7 دقائق. هناخد نفس نتيجه المضرب الكهربائي، معانا نص كوبايه من السكر، برضو السكر على حسب رغبتك يقدر يزيد او يقدر يقل، شوفي انت بتحبي سكرك ايه. انا شخصيا نص كوبايه سكر كانت كافيه معايا، بنزل بيها تاتا تاتا كده وانا بضرب البيض، بس بعد البيض ما بيعمل فوم الاول. بعد كده بنزل بكوبايه السكر مثلا على 2 3 مرات لحد ما يبقى القوام معايا كريمي بالشكل ده. وصل معاكي القوام بالشكل ده حتى لو في الخلاط، تاكدي ان الكيكه بتاعتك باذن ربنا هتطلع ناجحه. معايا بقى هجيب منخل او مصفه زي سلك زي كده اهوت، حطي معاها معلقه وطرطفه المعلقه بيكنج باودر، ممكن نقول كيس من البيكنج باودر، ذره ملح، معلقه ممسوحه من النشا. تمام. هنا بقى الحاجه المهمه الاساسيه، كوبايه ميه تكون مغليه. هحط كوبايه دقيق كبيره، كوبايه دقيق تقدر معاكي تقل شويه او تزيد شويه على حسب خليط البيض اللي انت عاملاه، وانخل الكلام دوت كويس جدا وبقلبه. طبعا في الوقت ده لا هستخدم مضرب ولا هستخدم خلاط، انا انت لو بتعملي في الخلاط هتفضي الخليط في حاجه وتنزلي عليه بالدقيق، وهقلب في اتجاه واحد بس، يعني مش رايح جاي وجاي رايح، لا في اتجاه واحد بس، قلبي بالراحه وبحذر لحد الدقيق ما يختفي معاكي تماما. انا حسيت ان الخليط تقيل، مش هزود بقى لبن او هزود بيض، لا، عارفين كوبايه الميه المغليه اللي انا فضيتها معاكم دلوقتي دي، هنزل بيها تاتا تاتا تاتا، يعني مش كلها، حبه صغنونه، وهركن الباقي وهرجع اقلب لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه اللي هو قوام الكيك الكريمي. احنا بنعمل اسبونش طبيعي في البيت، مش هنشتري اسبونش من الشارع، الاسبونش اسعاره خزعبليه الايام دي، لا هنعمله في بيتنا بكوبايه دي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. يمكن الكوبايه فاض منها، معايا صينيه حطيت فيها ورقه زبده لان احنا مش حاطين اي ماده دهنيه في الكيك بتاعنا فاوريدي هيلزق. طيب ما عندكيش ورق زبده، تقدري تدهني الصينيه بتاعتك اي ماده دهنيه زيت وتبدريها بشويه دقيق وتنفضيها كويس وتحطي الخليط بتاعك. باي حاجه ببتدي اعمل كده اهوت بحيث اخرج فقاقيع الهواء منه واخبطها خبطتين. الفرن بتاعي كان سخن قبلها ب10 دقائق، رف فوق الاوسط، يعني عارفه اللي هو خلاص فاضل سنه وتوصلي للشوايه على اعلى درجه حراره. بعد 10 دقائق بالظبط هتوطي النار للنص، هتاخد لها في الفرن مثلا بتاع ساعه الا ربع، وطي النار للنص وبخله سنان، بعد نص ساعه بتختبر الكيكه من النص، الكيك بيختبر من النص مش من الاحرف، لان النص ده دايما بيبقى اكتر حاجه مش مستويه. هي اخدت في الفرن ساعه الا ربع، بعد ما خرجت غطيتها كويس جدا، طبعا عملتها الصبح بدري وركنتها بحيث تبرد وتهدى عشان اعرف اقطعها. نيجي بقى هنا، طبعا انا بجري المقاطع لكن هو بالفعل قعدت وقت اعمل فيها على ما الكيكه بردت. معايا سوداني تقدري تستبدليه باي نوع مكسرات تحبيه، فرمته، تقدري ما تحطيش مكسرات خالص لو انتم مش بتحبوا السوداني او المكسرات، تقدري تستكفي بصوص الشوكولاته بس، بس انا حبيت اديها في شكل اللي هو ايه، عارفين الشوكولاته الفرير وشير شكلها كده، فتقدري طبعا تحطيه او تقدري تستغني عنه براحتك لو السوداني مش بيسبب لكم اي مشاكل. معايا انا جايبه كل حاجه قدامكم، ده كيس كريم شانتي بتباع في اي سوبر ماركت، دي عبوه اسمها عبوه التوفير، بتجيبي كيس، احنا هنحتاج كيس واحد ويمكن اقل منه، يعني ممكن تشيلي منه معلقتين. الكيس مكتوب عليه ازاي تعمليه، بيتحط عليه 500 ملي من اللبن المثلج او الميه المثلجه، اي منهم يعني مش هتفرق. انا شخصيا حطيت لبن، بنزل باول كوبايه وبعد كده ايه، يعني بتضربي هتحسي ان تقيل، لا تنزلي بحبه حبه، يعني مش هو هيقول لك 500 ملي ميه فانت تنزلي بال 500 ملي مره واحده، لا انزلي. ساعات بيبقى نوع الكريم شانتيه مش كده، مش قد كده، بس بصراحه انا استخدمت دريم حلو جدا، فلما حد بيقول لي يا نرمين بتستخدمي ايه، لا انا بستخدم دريم حلوه جدا بصراحه حتى في الخميره، فبضرب كويس جدا، ولو حسيت ان هي مثلا محتاجة شوية لبن بحط، اهم حاجة اللبن او المية يكونوا مثلجين، زي ما حضراتكم شايفين اللبن فيه قطع تلج.
هضرب كويس جدا لحد ما اخدت. بصوا بقت عامله ازاي، برضو الخطوه دي ينفع تتعمل في الخلاط، زياده بقى تعزيز للطعم. وانا عايزه حاجه دسمه بقى، انا بقول لكم تورته عيد ميلادي، فعايزه بقى بصوا اخليها دسمه. حطيت فيها علبه دانت، تقدري تشيليها، تقدري تحطي زبادي، تقدري تحطي كاكاو، تقدري تحطي شويه صوص شوكولاته من اللي احنا عملناه. طيب انا حسيت ان هي تقيله شويه، زودتها شويه لبن برضو مسلك، تقدري تضيفي ميه، المتاح عندك اشتغلي بيه، ما توقفيش نفسك، اي حاجه اشتغلي بيها. وفي الاخر عايزه اقول لك تاكدي عن يقين انها تطلع حاجه تحفه من تحت ايدك، حلوه جدا. هديهم ضربه لحد ما يبقى القوام كريمي كده اهوت، حلو ولو تقيل ولو خفيف. وبعد كده هقوم جايبه كيس ثلاجه، تقدري تظبطي سكرك، هو الكريم شانتيه جاهز بيبقى فيه سكر وكل حاجه، بس لو سكره حاسه ان هو مش عاجبك، حاسه ان هو قليل شويه، تقدري تضيفي معلقتين سكر بودره، علشان طبعا ما يبقاش السكر الحبه يبقى مخرز وباين، فضيفي سكر بودره اضمن. طبعا هجيب كيس ثلاجه عادي خالص وافضي فيه الكريمه، تقدري برده بلاش كيس ثلاجه وتاخدي على طول من الحاجه اللي انت بتعملي فيها الخلاط، مثلا لو ما عندكيش مضرب كهربائي، وتحطي على طول على الكيكه. الكيكه بتاعتنا بعد ما عدى عليها مثلا 3 4 5 ساعات، يعني انا عاملاها من الصبح بدري جدا اول ما صحيت من النوم، لازم اهم حاجه لو هتعملي تورتيه الكيكه تكون بارده، لان بيبقى فيها صعوبه شويه وانت بتقطعيها. بصوا انا هشيل ورقه الزبده بحذر، انا مش مجريه المقطع دوت علشان بحذر. بصوا واخده لون تحفه ذهبي، ومش حاطين لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. ليه يا نرمين ما حطيتيش؟ انا شخصيا بحس ان الزيت والمواد الدهنيه بتهبط الكيك شويه، بالذات الاسبونش، لكن لو كيك عادي اللي هو بنعمله اليومي بتاع الشاي والكلام دوت لا نحط عادي، لكن كيك الاسبونش بالذات لا، انا مش بحب، مش بفضل اي مواد دهنيه فيه. اي سكينه عندك، لو عندك مشرشره خير وبركه، ما عندكيش عادي. طبعا قطعناها بايظه يعني حته عاليه وحته واطيه ولا يهمك، اي طبق مش هقولك بقى بتاعه الطرط اللي بنلف عليه، اي طبق هنحط عليه شويه بس كريمه عشان اول طبقه من الكيك تلزق كده اهوت. وهنبتدي بقى ناخد الكريمه نحط شويه في النص، في الوقت ده تقدري تحطي اي مكسرات في النص، تقدري تحطي مانجا، تقدري تحطي اي حاجه يعني ابداعي. وتاني طبقه حطيناها وظبطناها اهو، مش هنقطع منها اي حاجه ولا احرف ولا وش ولا حاجه، وهنجيب كريمه نحطها على الوش ونظبطها كده اهوت باي حاجه. اهم حاجه بقى بعد الخطوه دي تدخليها على الفريزر على طول، ما يقلش عن نص ساعه، علشان الكريم شانتيه يمسك فيها، علشان لما نيجي ندلق طبقه الشوكولاته ما تبقى تمسك على طول. يا يعني نرمين ينفع استبدلها بمثلا نوتيلا، بمانجا، بفراوله، ينفع تحطي اول طبقه دي اي حاجه انت عايزاها، اي ينفع تستكفي بيها كده من غير صوص الشوكولاته وتبقى خلصت، ينفع تعملي اي حاجه اهي. طبعا انا كان عندي الكور اللي هي الشوكولاته دي، فحبيت اديها شكل، يعني انا بقول لكم تورته عيد ميلاد يعني انا عايزه اكلفها يعني، فاهمين؟ بس اهو بحطيتهم بحيث تدي شكل وتدي منظر وبقت جميله. انا بصراحه جوزي اداني فلوس قال لي يا نرمين روحي اشتري تورتايه. طبعا انتوا اكيد عارفين اسعار التورت بره عامله ازاي، 300 وانت طالعه، يعني عشان تجيبي تورتايه قد دي مش اقل من 500 جنيه. طب هو انا هبله اروح اجيب تورتايه ب 500 جنيه؟ انا عملت تورتايه ما كلفتنيش اي حاجه خالص، انا دخلتها الثلاجه طبعا تقعد لها 3 4 ساعات. ورجعت طبعا لحضراتكم بعد ما حضراتكم شفتم التورتايه القمر دي، بصوا شكلها عامل ازاي. كيكايه حولناها من كيكايه عاديه خالص لتورتايه. كوبايه دقيق، كوبايه سكر، ظرفين من الفانيليا، 4 بيضات، عملوا التورتايه الجميله دي. ممكن طبعا لو انت ما عندكيش مكان تقدري تجيبي منه الكريم شانتيه اللي هو ده، او حاسه انه هيبقى غالي عليكي، تقدري صوص الشوكولاته الاقتصادي اللي احنا عملناه ده تحطيه بين الطبقات وتدلقيه كده على الوش من غير الكريمه، وطلعت معاكي اجمل واحلى تورتايه. تورتايه دلوقتي تروح تشتري تورتايه بالحجم ده فوق، مش هقول لك 300 لا، فوق 400 جنيه وانت طالعه عشان تجيبي التورتايه بالجمال ده. وطبعا لو انت ظروفك سامحه وحابه طبعا تشتري الحاجات دي، انا ببقى جايباها وحطاها في الثلاجه بحيث لما باجي اصور اعرف اعمل بيها وصفات يبقى شكلها حلو وتنال طبعا رضا واعجاب حضراتكم. فطبعا مش لازم الزينه دي خالص، مش هتفرق كتير في التورتايه، لكن كيكايه من لا شيء حولناها لتورتايه بجد حلوه جدا جدا. وصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه الاقتصادي ده الرهيب، عباره عن كاكاو، لبن،
ايه تاني؟ سكر، شويه زيت، عملنا احلى صوص اقتصادي ممكن تتخيليه. وطبعا يا رب تجربوا الوصفه، مش يا رب، انا نفسي فعلا تجربوا الوصفه وتكتبوا لي ارائكم في التعليقات، قولوا لي جربتوها وكان رايكم فيها ايه. رايكم بيهمني جدا جدا، واذا جربتم الوصفه وعجبتكم بألف مليون هنا وشفا مقدما على قلوبكم. طبعا عايزه لايك وشير كتير كتير للقناه، علشان طبعا القناه زي ما قلت لكم بعد ربنا مش هتنجح غير بحضراتكم. لايك كتير، ما تبخلوش عليا بالشير، طبعا اهم حاجه زي ما بقول لكم اللايك والشير يا جماعه. وانا بتكلم يعني، ولو حاسين طبعا لو حاسين انتوا مني استفادوا مني ما تنسوش طبعا اللايك والشير اهم حاجه، رجاء 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 لايك وشير. ومين هيقول لي في التعليقات كل سنه وانتي طيبه يا نرمين، ودي تورتايه عيد ميلادي، ده تاني عيد ميلاد ليا معايا حضراتكم على القناه، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.